صفوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسالي جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة يا باري أسعد يا ربي والدتي كم سهرات من أجل ليالي ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال تسمو بعظيم الأفعال لكم خوتي خوتاتي كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم غادي نديرو طاجين ديال القوق، القوق بجلبانة إن شاء الله. كل شيء كيعرف القوق، وكاين الجهة الشرقية يمكن كيقولوا له القرنيع على ما أظن، ولكن بالأسماء الأخرى الله أعلم. لارتيشو بالفرنسية، والقوق عندنا احنا هنا في فاس، هذا هو الاسم اللي كنعرف. اللي عندهم شي اسم اخر يقدروا يخليوها لي في التعليق ويقولوا لي الاسم ديالو كيفاش كتقولوا له في اي بلد. كيعجبني نسمع الاسماء الجديده. شكرا لكم حبيبي، المهم غتوجدوا معايا هذا النهار واحد الطاجين يكون غزال ومشهوتكم. يلا خليكم معايا. اول حاجه غادي نديروها البنات هو اننا غادي نقيو القوق. الكل كيعرف كيفاش يدير ينقي القوق. غادي نقيه وغادي نرقدو في الحامض باش ما يتبدلوش اللون ديالو، يعني ما يتاكسدش، ونرجع معكم. عشرتك بالصدق والوفاء واللي فيا راك عارفه، وانت مني رايد الجفا وانا وعدي كنصرفه. خفت عليك يا شارد العفا من دنبي دغيا تصادفه، ما يلقى كمان من تغرادي عن ساير العمر وكتير الختلان. ما يطلع عقبادي بو كيف يمنع العشرة صبرني التهان، غير نكايد ونزيد في الصبر وعقلي حيران. شاكي من حر الهيبو قلت جايا سران، وقليبي بالصفرات ينعقر واللي تكمل يرقان. جرحي ما صاب طبيبو لونك تمسري بان، بعد خفيتو يا لايم يظهر ركبت القومان. عن سري بعد حجيبو وانسى قلبك حقدان، ما شفك حالي زايد نفر في شروط التهان. فعلك ما زال تصيبو شي طراك. البنات على بركه الله غادي نبدا باللحم هو الاول. وغادي ندير له التوابل. عندي الكاري، معلقه صغيره ديال الكاري نحيد به باش يبان. هانتوما عندي هنايا معلقه صغيره الكاري، هنا عندي الثومه مجففه، هنا عندي سكينجبير زنجبيل، هنا كي كيبان لكم عندي نص 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 ديال معلقه صغيره ديال الابزار الاسود ونص معلقه ديال الابزار الابيض، وهنا عندي الخرقوم البلدي، وهنا عندي الملحه. غادي نضيفهم البنات على اللحم، وغادي نضيف لهم نص ديال الكميه ديال القزبر والمعدنوس. غادي نخلي النص حتى نبغي ندير القوق، وعاد غادي نديرو. غادي ندير الزيت. الزيت عندي مخلطه مع البلديه، يعني زيت الزيتون مع زيت نوار الشمس. صافي غادي نخلط هذا اللحم هذا مزيان. مع هاد التوابل هكذايا ومع هاد الثومه باش كتدخل فيه مزيان. وغادي نمشي نقطع البصله ونديرها في الطاوه تشحر مزيان. غادي نديرها تشحر البصله. غادي ناخذ جوج بصلات كبار البنات.
دابا هادو غادي نخليه هنايا، هاد اللحم كيتشرب هاد التوابل، وغادي نقطع البصله صافي، وغادي نديرها باش تشحر، وعاد نولي نرجع معاكم. صافي البنات، البصيله قطعتها، غادي نديرها تشحر بشويه ديال الزيت، وملي غادي تشحر غادي نزيد عليها اللحمه، غير على ما تشحر شويه عاوتاني اللحم. وغادي ناخذ الماء وغنديرو في داك الاناء اللي درت فيه قبيله العطريه، يعني التوابل مع اللحم، غادي ندير عليها الماء باش ديك التوابل اللي بقات لي تما كلها غادي نخلطها، وغادي نكبها على اللحم وصافي، ونخليها تطيب على خاطرها حتى تطيب لنا اللحمه، ونكملوا ان شاء الله الوجبه ديالنا. عمر وكتير الختلان ما يطلع قبادي بو، كيف من على عشران من طيبو بين الناس ينشكر. هات اللحمه طابت، انتما كتشوفوا طابت، غادي نزيد لها جلبانه اللي هي البازيلاء، وغادي نضيف القوق اللي قطعته البنات على جوج لانه كبير. هذاك الشيء باش قسمته انا على جوج، ملي كيكون غير القوق غير دوك الصغيورين كنخلي الدوائر مكموله، ودرت معاه دوك الدوائر ديال الليمون الحامض، راكو عارفين القوق خاص الليمون، المذاق ديال الحامض كيجي معاه كيواتيه مزيان. غادي نزيدو البنات هنايا المعدنوس، الكميه اللي بقات لنا من الاول، لان درنا النص في الاول باش رملنا به اللحم، والنص خليناه حتى نرشوه من الفوق. وغادي نزيدو حبه ديال الطماطم، يعني طماطيشه، غادي نحكوها ونزيدوها عليها من الفوق. صافي البنات، غادي ندير الماء القياس اللي غادي تطيب فيه جلبانه والقوق، وغادي نغطي عليه ونخليها تطيب على المهل. صافي البنات، كل شيء طاب، وصلنا للمرحله الاخيره. صافي كنقدموه مع الزيتون الحامض ومع دوك الطرفات ديال الليمون حتى هما كيكونوا طايبين، والمريقه كتكون معسله، ما كتكونش مريقه بزاف. كنتمنى تكون عجبتكم طريقتي في تطياب ديال القوق البنات. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعه ديالكم، شكرا لكم على المسانده ديالكم، شكرا لكم على الكلام الجميل اللي كتخليو لي في التعاليق، كنشكركم بزاف. وما تنساوليش اللايك البنات، واللي مازال ما اشتركش مرحبا والف مرحبا، وصحه فطوركم، والى اللقاء بفيديو قادم ان شاء الله. ضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنصب، جاءوا للحفل على شوق، فجزهم الجنة يا باري، فجزهم الجنة يا باري. أسعد يا ربي والدتي، كم سهرات من أجل ليالي، ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال، تسمو بعظيم الأفعال.